بمناسبة الذكرى 44 لحرب تشرين التحريرية، أقيم في ملعب رعاية الشباب بحلب احتفال جماهيري كبير تضمن عروضا عسكرية وفقرات فنية ورياضية قدمها كوكبة من طلائع البعث والشبيبة والاتحاد الرياضي العام وقوى الأمن الداخلي. هذه الذكرى 44 على مرور حرب تشرين التحريرية نؤكد عهد ووعد لقائدنا جيشنا وشعبنا بأننا سنتابع انتصارات تشرين حتى ينتحر الإرهاب وننتصر على كل أعداء الأمة العربية. في تشرين تغيرت الموازين في المنطقة وقهر الجيش العدو الإسرائيلي الذي تبين أنه أوهن من بيت العنكبوت بهم الجيش العربي السوري وقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد. وهذه الحرب التي نخوضها اليوم بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد وجيشنا العربي السوري هي استمرار لتلك الحرب، لأن العدو الصهيوني موجود أيضا فيها وداعم للإرهاب والإرهابيين. في السادس من تشرين تحقق النصر على إسرائيل وتحطمت أسطورة جيش الاحتلال الذي لا يقهر. اليوم معركتنا ضد الإرهاب وداعميه، كما انتصرنا في تشرين سننتصر في كل أرض الوطن الحبيبة. بمناسبة عيد السادس من تشرين نعايد شعبنا العربي السوري على هذا الانتصار لأول مرة في التاريخ على الصهيونية، حيث كانت المبادرة من الجيش العربي بقيادة القائد خالد حافظ الأسد. فإن ما قدمه الجيش السوري في حربه ضد الإرهاب يعتبر عطاء للإنسانية وللبشرية وللسلام. إن شاء الله العام هذا عام الانتصار، عام يشبه انتصار في تشرين، والانتصار في على الإرهاب هو كما الانتصار في تشرين. وخلال الحفلة تم تكريم عدد من الضباط وأسر الشهداء شهداء الجيش العربي السوري تقديرا لتضحياتهم في سبيل عزة وكرامة سوريا. أولادنا هم شهداء هذا الوطن، وكان ابني الله يرحمه دائما يقول لي ادعي لي أكون من الشهداء، والحمد لله الله طعمه إياها وأنا برفع راسي فيه. الله يرحم كل الشهداء بالمناسبة الغالية، وإن شاء الله النصر للجيش السوري. ما أشبه احتفالات نصر حرب تشرين التحريرية باحتفالات الانتصارات المتتالية التي ما زال يجسدها أبطال الجيش العربي السوري على مر العصور، لتبقى سوريا رمزا للعزة والكرامة والانتصار.